لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. المؤجل الجولة الخامسة من الدوري الاحترافي الأنويلي لكرة القدم، الدوري المغربي يتواصل والتنافس على أشده بين مجموعة من النوادي لاحتلال مراكز الرياضة. اليوم الوضعية تختلف، مباراة تجمع فريق يتطلع كما يلعاد على مدار عقود للتنافس على الدروع، على الألقاب، على البطولات، الوداد الرياضي ومضيف نادي اتحاد طنجة الذي يعيش وضعية صعبة وصعبة جدا. تنطلق المباراة يا سادة بين اتحاد طنجة والوداد الرياضي، سنتقرب من مستوى اللاعبين لممكن الضغط العالي من بديع عوك، محاولة استخلاص الكرة لكن عودة موفقة مهمة جدا، كرة للأمام وتغطية من دفاع اتحاد طنجة، محاولة التسديد تتحول من جديد لاتحاد فريمان بديع يلعب بديع عاصمبو، لكن التغطية من دفاع اتحاد طنجة من الطرف الأيمن لبديع عوك، بديع للأمام ممتاز جدا وكان بالإمكان أن يكون أفضل مما كان للوداد الرياضي، هجمة ممتازة بديع عوك لرضا الجعدي، رضا كان بإمكانه أن يضع الهدف الأول في هذه المباراة، استلم للكرة بشكل ممتاز، طرف الأيسر ونجم يبحث عن الدعم جاله في القائمة الثانية سومبو، هذا سومبو من اللاعبين فنيا منخش محدود لعب عادي لكن كمهاجم صريح كفاءته عالية، هذا اللاعب كفاءته عالية سومبو. الوداد دائما ما ينتدي بلاعبين مهاجمين، خطورة لاتحاد طنجة بلمسة من الطرف الأيمن لكن تتجاوز خط المرمى لمصلحة الوداد اتحاد طنجة، إبعاد خاطئ للكرة الماضية وتدخل الحارس أحمد رضا تقناوتي يتدخل أمام تشاباو، كرة تلعب في يد الحارس رضا تقناوتي تعود مجددا حسوني لمسات وإبداعات وفنيات وأيمن، أيمن بلمسة ساحرة، أيمن أيمن يمر، أيمن يمر 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 ويسدد لكن كرة في تماس لمصلحة الوداد الرياضي. مباراة إيقاع عادي جدا مع انطلاقتها في ربع ساعة الأولى، رضا الجعدي والخطأ لمصلحة الوداد. بديع في منطقة الجزاء وكان بالإمكان وأن يكون الهدف مرة أخرى، محمد نجام يندب حظه يقول كيف لي وأن وضيع كرة مثل هذه، كرة نجام الكرة لم تتجاوز خط المرمى، العملود من الطرف الأيمن في منطقة الجزاء نحو بولي جونيور، راي مرفوعة، راي مرفوعة وهدف مرفوض للوداد في الدقيقة 16 من الجولة الأولى من هذه المباراة، لمسة وراي مرفوعة وهدف مرفوض لنادي من جديد. بديع عوك عنده الدعم العملود لعبها في منطقة الجزاء لكن بعيدة على بولي، بعيدة عن السوبر الأفريقية، هذه مباراة لعبها في هذا الموسم 2022-2023 بولي عن إصالة لمرمى أحمد رضا تقناوتي بالرأس من أتشباو، ما شدش في الكرة بالشكل يخليه يوصل لمرمى الحارس أحمد رضا تقناوتي، ضاعت فرصة لاتحاد طنجة مرة أخرى، الكرة تتبت لمسة بلمسة لبديع، بديع يا بديع لمساتك يا بديع، كرة تسدد من رضا، رضا والكرة تمر 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 والفرصة تضيع للوداد، بديع وقام بالعلي في الكرة الماضية، بديع بديع رضا نحو أحمد رضا، رضا تقناوتي يلعب كرة للأمام يبعد الخطر بشكل كلي عن مرمى، كرة للأمام 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 بلمسة للأمام لكن في غيبة تركيز كرة مرة من رضا الجعدي، رضا الجعدي يغيب عنه القرار السليم في هذه اليسرى لاتحاد طنجة لكن أقرب مرة أخرى للحارس أحمد رضا تقناوتي نحو رضا الجعدي لكن التغطية حاضرة، بوكسير يلعب البدر الدين بن عاشور، إصابة في العس وفي عدد من الأكادير وفي عدد من الملاعب التي نراهن عليها لكي نحتضن طنجاوي، يمر 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 التدخل في الأولى وفي الثانية وحسين بن عيادة في الثالثة، يبعد الخطر نحو بولي جونيور لرحماوي، الفرصة متواصلة وبدر الدين بن عاشور يضع حدا لخطورة فرصة ودادية، بدر الدين بن عاشور مع دفاع كبير للاتحاد، كرة شباو خروج مرة أخرى للحارس أحمد رضا تقناوتي يقوم بدور ليبرو مدافع متأخر،
بلمسة لرقم 16 محمود القيسومي. قيسومي استخلاص الكرة من دون خطأ، تتحول من جديد من العملود. العملود عنده المساحة للتقدم، يبحث عن بديع عوك. بديع مشت كرة من جهة اليسرى خريف. خريف يمر 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 يمر، والوضع كان صعب للوداد في الكرة الماضية. الاتحاد كان مقدور بإمكانه الوصول للمرمى عبر إسماعيل. إسماعيل شوف العمل العددية، بوكسير بوكسير بلمسة للطرف الأيمن، المراوغة المراوغة الأولى والثانية والتسديدة تتحول ضربة ساوي لاتحاد طنجة. يمارس حقه، يمارس حقه في الوصول وفي التهديد. سيبحث عن اللمسة في المرمى بالرأس، لكن تدخل دفاع اتحاد طنجة وتضيع الفرصة للوداد الرياضي. كان بالإمكان أن تكون واحد أفضل. كرة من بديع، بديع بلمسة 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 بلمسة، لكن راية مرفوعة بلمسة للأمام نحو بولي وبدر الدين بن عاشور. كان خروج صعيب شوية، صعيب شوية يعود لاستئناف المباراة، وما زال الخطورة للوداد من الطرف الأيمن، لكن الحكم مضطر لإيقاف المباراة لفسح المجال أمامه. مجال لإسعاف اللاعب المصاب من نادي اتحاد طنجة كياني مصاب، والحكم يتدخل وإيقاف اللعب مجددا مع انطلاق الجولة الثانية. ملعب جميل جدا، يتحول الفار. الحكم الفارق للتأكد مما حصل للاعب يقول بعد العودة للفار بالفعل بطاقة حمراء الأولى. في يبحث عن الحلول، ممتازة جدا طنجة، تسديد من خارج منطقة الجزاء، تسديدة ممتازة جدا، تدخل لاعب اتحاد طنجة. أنا عصام شوالي نقول لكم أمان للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع للحارسين على انتماء، هذه ليلة الألوان. كالعادة محدثكم عصام الشوالي، وكما هي العادة أيضا عبدالله الحربي في التحليل. دعاء في الليغا عن أي الأسماء ستحدث سوف. لقاء متقارب جدا، مستويات كبيرة جدا، الأسلوب متشابه، الإمكانيات رهيبة لدى المجموعتين، وبالتالي يصعب شخصيا بالنسبة لي أتكائن بهوية المنتصر الليلة. كل يقدم مجهود يخلق فرص لهذا النجم، كأنه حسس على الكرة وبالتالي ضاعت عليه في آخر لحظة. ضرب الكرة من قلبها عصام يوجع قلب الخصم، لكن ضربة من أطرافها لا يمكن أن يؤثر على الخصم.